أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجومي إكسترا لأخبار الفن والفنانين. نجوم ونجمات تعتقد بأنهم خليجيون، تعرف على جنسياتهم الحقيقية. الفنانة ميساء مغربي. تعتبر ميساء مغربي واحدة من أهم الأسماء النسائية في الدراما الخليجية. ولدت في مدينة مكناس، عاشت بين المغرب وفرنسا، حيث درست إدارة الأعمال في باريس. بدأت مغربي مسيرتها الفنية بالعمل عارضة أزياء، كما ظهرت كموديل في بعض الكليبات، ثم اتجهت للتمثيل حيث ظهرت في العديد من المسلسلات الخليجية التي حققت نجاحاً كبيراً، فكانت البداية بأدوار صغيرة قبل أن تشارك في أعمالها في أدوار الرئيسية. الفنانة ريماس منصور. ممثلة يمنية اسمها الحقيقي ريم، حققت نجاحاً كبيراً في الدراما السعودية وأصبحت ركيزة في عدد من المسلسلات. حظيت بدعم من الفنان ناصر القصبي لإيمانه بموهبتها وإتقانها اللهجة باقتدار. ريماس عرفها الجمهور من خلال مسلسل 37 درجة. الفنانة أسمهان توفيق. ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية المصرية، من أشهر الفنانات في الدراما الخليجية اللواتي أدين دور الأم. صورة للفنانة أسمهان توفيق في شبابها. أول أعمالها كان في مطلع الثمانينات، وقامت بتأليف 17 عملاً درامياً. أسمهان شاركت في الدراما السعودية من خلال عدد من المسلسلات. تركز في اختيارها لأدوارها على القصص التراجيدية ذات النهايات المأساوية. الفنانة هدى حسين. ممثلة عراقية بدأت حياتها الفنية في أواخر الستينات من الكويت، وشاركت مع الجيل الذهبي للدراما الكويتية في أعمال لا زال يتذكرها الجمهور. غادرت الكويت إبان أزمة الخليج ووقفت موقفا مناهضا للغزو العراقي، واستقرت آنذاك في قطر، ثم عادت إلى الكويت عام 2000 ميلادي. صورة للفنانة هدى حسين في شبابها. الفنان محمد الحجي. ممثل سوري الجنسية يعمل في الدراما السعودية، وقدم نفسه خليجيا في عدد من المسلسلات التي حصل فيها على أدوار بطولة. يجيد الأدوار التراجيدية بحضور وتكنيك عالي. دراسته وعيشه في السعودية كان له أثر كبير على إتقانه اللهجة، لدرجة أن الكثيرين يظنون بأنه ممثل سعودي. الفنانة لمياء طارق. ممثلة مصرية انطلقت شهرتها في الدراما الكويتية في أواخر التسعينات عبر مسلسل القرار الأخير مع حسين ومحمد المنصور. ثم قدمت زمن الإسكافي مع نجوم الدراما الكويتية حسين عبد الرضا وغانم الصالح. لمياء درست في الكويت، وفي فترة وجيزة من مسيرتها الفنية أصبحت مطلوبة على قائمة المنتجين في الخليج. الفنان أحمد العليان.
ممثل فلسطيني دخل إلى الدراما السعودية عام 1997 ميلادي ويجيد عددا من اللهجات، يعيش في السعودية منذ سنوات طويلة. الفنان أحمد العليان مع أسمهان توفيق. الفنان أحمد العليان أحد الوجوه المألوفة وواسعة الحضور والمشاركة في الدراما السعودية، أبرز الأعمال التي شارك بها غشمشم وطاش ماطاش وأيام السراب. الفنانة هبة الدري مصرية من مواليد الكويت، صاحبة إطلالة جميلة على الشاشة، تركت مهنة الطب وشاركت في الدراما الخليجية في أكثر من 40 عملاً. الفنانة هبة الدري مع زوجها. تزوجت في عام 2012 من الفنان الكويتي الشاب نواف العلي. هبة تعشق المسرح وقدمت 19 مسرحية أهمها على المكشوف وعنبر و11 سبتمبر. الفنانة هبة الدري مع زوجها وأولادها. الفنان عبد الناصر درويش من أصول فلسطينية حاصل على الجنسية البوليفية، عمل في الدراما الخليجية منذ وقت مبكر كمخرج منفذ، إلا أن شهرته كممثل جاءت متأخرة بعض الشيء. عرفه الجمهور من خلال البرنامج الكوميدي قرقيعان، وشكل ثنائية مع الفنان حسن البلام، ونتج عنها مجموعة من الأعمال منها كاني وماني وعمكور. الفنانة عبير الجندي ممثلة وطبيبة نفسية مصرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت منتصف الثمانينات، ثم حصلت في عام 1987 ميلادي على الضوء الأخضر للمشاركة في مسلسل زوجة بالكمبيوتر مع النجوم غانم الصالح وحياة الفهد وعلي المفيدي. الفنانة أمل حسين الممثلة أمل حسين أردنية الجنسية، عرفها المشاهدون في السعودية لأول مرة عبر مسلسل طاش ما طاش ستة قبل 21 عاما. الفنانة عبير أحمد ممثلة مصرية والدتها لبنانية، من أهم الأسماء العربية التي تشارك في الدراما الخليجية، طرقت أبواب الدراما الكويتية منتصف التسعينات. استطاعت في فترة وجيزة أن تكون من أشهر الممثلات في دول الخليج، ظهورها في الدراما السعودية كان من خلال الجزء 14 من طاش ما طاش. الراحلة وئام الدحماني إعلامية ومغنية وممثلة مغربية، حققت نجاحا كبيرا في الخليج وخارجه. ولدت الدحماني في مدينة الرباط وانتقلت للعيش برفقة أسرتها إلى الإمارات وتابعت دراستها هناك، حيث تخرجت سنة 2007 ميلادي ببكالوريوس هندسة بيئة قسم كيمياء. عملت الدحماني في المجال الإعلامي وقدمت عددا من البرامج، أشهرها برنامج 100% بوليود الذي أجرت خلاله مقابلات مع أشهر نجوم السينما الهندية. شكرا لكم على المشاهدة، اشتركوا في قناتنا وفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.